أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وما زلنا مستمرين بفقراتنا لهذا اليوم. وفقرتنا التالية حتكون فقرة نفسية بحتة، وحنتكلم فيها عن المشكلة الأزلية للأسف اللي هي منتشرة بشكل كبير عندنا في السعودية، وهي مشكلة الطلاق وآثاره على الزوجة والأبناء، واللي حتناقشه مع ضيفها الكريم زميلتي رنيم في الرياض. إليك يا رنيم. للأسف يمكن هذه المشكلة من أكثر المشاكل شيوعا في المملكة، لدرجة أنه سمعت دراسات بتقول أو إحصائيات أنه 3 حالات كل ساعة 3 حالات طلاق. فإن شاء الله يكون عندكم الحل من الرياض. شكرا لك خلود. بالفعل يعني لأنها مشكلة منتشرة على مستوى المجتمعات، تحديدا في مجتمعاتنا الشرقية أو هنا في المملكة. نحاول طبعا دكتور فهد فريق عمل سيدتي من خلال طبعا شاشة روتانا أننا نحل هذه المشكلة. شكرا لك يا خلود. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، وطبعا اليوم عندنا الملتقى الأسبوعي مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور فهد المنصور، وبنتكلم أكيد طبعا استكمالا لموضوع الطلاق، تحديدا على الأثار النفسية المترتبة على أطراف الزواج الثلاثة اللي هي الوالد أو الأب والأم والأطفال. لأن مشاهدينا عادة الضحية الأكبر في هذه العلاقة أو في الطلاق لا سمح الله تكون هي الأطفال، لكن أيضا الزوج أو الزوجة ممكن يمر بوضع نفسي أو وضع اجتماعي سيء جدا بسبب فشل هذه التجربة، واللي كان ممكن يكون مبني عليها الكثير من الطموحات مثلا، أو تكون التوقعات مختلفة عما حصل على أرض الواقع. لكن طبعا بداية اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو زميلنا وضيفنا دكتور فهد المنصور استشاري طب نفسي. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بكم والاخوه المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. ودكتور طبعا ننوه للساده المشاهدين اننا طبعا بانتظار اتصالاتكم على الارقام مشاهدينا اللي بتظهر على الشاشه، لكن خلنا بدايه نتعرف على من خلال هذا التقرير على فعليا ضحايا الطلاق، نتابعها في التقرير التالي مشاهدينا ونبتدي حوارنا. ينتج عن الطلاق تأثيرات ذات ضغوط سلبية على الوالدين والأطفال، ويعتبر الطلاق المسبب الثاني للضغط عند الأطفال بعد موت الوالدان. فبعد أن كان الحب والاهتمام يسودان العلاقة الزوجية، يجد الزوجين أنفسهم في مرحلة حيث لا يستطيعون تحمل الآخر ويلجأ إلى الطلاق. في بعض الأحيان يحاول الأبوين جعل عملية الطلاق أقل تأثيراً على أبنائهم، إلا أن البعض الآخر يدخل الأطفال في مشكلاتهم، فنجد بعضهم يستخدمون أطفالهم كأداة تجسس لدى الطرف الآخر، ويحرضون الأبناء على نقل الأخبار والتفاصيل، أو يعمل كل طرف على توعية الطفل وتكليفه بمسؤولية المطالبة بحقوقه من الطرف الآخر، كل ذلك دون الوعي على ما قد يؤثره على الأطفال. بيّن عدد من الدراسات الغربية أن أطفال المطلقين أكثر حاجة إلى المساعدة النفسية بنسبة 35% من غيرهم، وأن احتمال محاولة الانتحار لديهم تكون ضعف الأطفال الآخرين، وهم أكثر عرضة 4 مرات للمشكلات مع الأقران والأصدقاء، إضافة إلى كونهم أكثر عدائية من غيرهم. وقد يتعرض أطفال المطلقين الذين هم أقل من سن 10 إلى العديد من المسائل النفسية، مثل زعزعة الثقة والخوف المستمر والقلق على من سيرعاهم ويعتني بهم والشعور بالغضب الذي يختلف التعبير عنه حسب عمر ونفسية الطفل. بعد أن كان الحب والاهتمام والتفاهم هو كل ما يراه ويشعر به الطفل، يجد نفسه مشتتا بين أحب 2 لديه، وقد تتشوه صورة العائلة عند بعض الأطفال. فما بين الغضب والخوف وعدم الشعور بالأمان، يبقى الطلاق هو أبغض الحلال عند الله. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. إذا مشاهدينا بالفعل عادة الأطفال هم الضحية الأكبر عندما تصل العلاقة إلى الطلاق، لكن طبعا قبل ما نبتدي بتفاصيل مع ضيفنا الدكتور فهد المنصور نذكركم بأن بإمكانكم الاتصال للتحدث عن تجاربكم أو أيضا استفساراتكم على الأرقام اللي بتظهر على الشاشة. إذا دكتور فهد، يعني عادة الأطفال هم الضحية رقم 1 بالنسبة للعلاقة الزوجية، لكن كيف ممكن يكون الطلاق صحي وأنه يؤدي بنتائج إيجابية أو بحياة نفسية سليمة بالنسبة للأطفال؟ نعم، حتى نجنب الأطفال هذه المشكلة لابد أن نجنبهم الأسباب المؤدية للطلاق، أي أن نتجنب الطلاق أصلا. لكن إذا تم الطلاق
فهنا تقع المشكلة وكون الأطفال هم الضحية الأولى حقيقة. لما نتكلم عن آثار المترتبة على الطلاق نتكلم عن ثلاثة أطراف، ونتكلم عن طرف الأطفال فقط، في الزوج أحد الأطراف والزوجة وأيضا الأطفال، لكن الأطفال حقيقة هم من يقعون الضحية الأكبر لوجود هذه المشكلة أو هذا الانفصال الزواجي، ويكونون ضحية لهذه المشكلة بدون ذنب حقيقة الأطفال. فيتشتتون حقيقة ما بين الوالد أو الوالدة، يا إما يعيشون مع الوالد في ظل زوجة أخرى وهي زوجة الأب، أو يعيشون مع الزوجة مثلا في ظل زوج آخر أو حتى مع أهلها، أو يعيشون في طرف في كنف طرف ثالث، إما أبو الزوجة أو أبو الزوج مثلا أو الأسرة، أو يتشتتون في هاتين المنطقتين. صحيح. يكونون مرة هنا ومرة هناك، فيكون هناك ما يسمى بالتفكك الأسري، يفقدون صورة نظرة الفادر فيجر أو ما يسمى نظرة الأب إذا كانوا عايشين مع الأم، وأيضا يعني يفتقدون إلى نظرة أو ما يسمى الأم الحنون إذا عاشوا مع، ربما يتعرضون أيضا في ظل مثلا ظلم بعض زوجات الآباء مثلا أو غيره، أو حتى نعم ممكن يكون يتعرضون للتحرش، يتعرضون للأذى الجسدي من قبل أطراف أخرى، الخدم، العمالة، ربما أطراف في الشارع. كثير من المشاكل تحدث بين أطفال المطلقين أكثر من الأطفال الأسوياء الذين يعيشون في ظل أسرة متماسكة. في أحد الدراسات في بريطانيا أوجدت الدراسة أن 25% نسبة المجرمين من تربوا في ظل أسر مفككة، أي من أبوين مطلقين، بينما 13% فقط من المجرمين منهم عاشوا في أسر طبيعية. فهذه ربما تعطينا الدراسة مؤشر واضح أن السلوك الإجرامي ربما ينشأ يكون أحد أسبابه التفكك الأسري. طالما نتحدث عن الدراسات دكتور، أيضا إحدى الدراسات أكدت بأن تأثير الطلاق على الأطفال يختلف بحسب سنهم أو بحسب الشريحة العمرية. نعم. بمعنى أن إذا تم الطلاق في سن صغيرة جدا، يعني قبل السنتين تقريبا، من أشهر إلى سنتين، يكون أثر الطلاق أقل من أن 5 سنوات أو 10 سنوات إلى دخول في سن المراهقة. هل فعليا، لأن اسمح لي، بعض الأمهات مثلا أو الأهل تقول لا أتصبر أو أكمل هذه العلاقة إلى أن يكبر الأولاد شوية أو يستوعبوا الوضع، فالدراسة صحيحة أم ما يتصرف أو طريقة التصرف الفطرية للأهل؟ النمو المعرفي للأطفال يختلف، مثل ما تفضلت وذكرت أنه فعلا العمر أقل من سنتين يكون لا يدرك الطفل ربما بعد المشكلة، فبالتالي ينشأ في بيئة معينة وينشأ في هذا الإطار. أما إذا كان تعدى سن الخامسة فهناك يعرف أن هناك يعني عاش في جزء من التجربة في حياته بين في بيت الزوجية، ولكن بعد ذلك انفصل، فهذا الانفصال ربما يؤثر بتأثيرا سلبيا على الأطفال، وينشئ ما يسمى اضطرابات التكيف لدى الأطفال. هذه الاضطرابات اضطرابات نفسية، وهي عبارة عن أمراض نفسية تصيب الأطفال بسبب هذه الظروف الأسرية المتفككة. أكثر ما يشعر به الطفل من سوء في هذه المرحلة عند وجود طلاق أو حتى مشاكل قبل الطلاق في بيت الأسرة هو ما يسمى فقد الأمان. عندما يفقد الطفل الأمان الأسري في سن مبكرة مثل سن الخامسة وما قبل، فيبدأ ينشأ لديه ربما تكون في المستقبل اضطرابات نفسية في الكبر كاضطرابات القلق والاكتئاب. لا سمح الله. طيب دكتور، خلنا ناخذ أول اتصال معنا. الأخ أصيل من أبها. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت أصيل عفوا من أبها، أهلا بك يا أصيل. ألو. أهلا أصيل، تفضلي. يمكن أكلم الدكتور؟ تفضلي، أكيد دكتور معك. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما لنا حظ يعني. للأسف فقدنا الاتصال. نستكمل موضوعنا. طيب دكتور، أيضا هناك تساؤل عن أحيانا يكون الطفل شريك في عملية الطلاق. إن يعني نتساءل عن الطريقة اللي ممكن نوصل فيها لهذه المرحلة، أن الطفل يقتنع بأن الطلاق هو الحل الأفضل لكي يستمر الوضع بشكل طبيعي بالنسبة له. نعم. فعلا هذه ممكن تحدث بأمرين، أما يستخدم الطفل كوسيلة ضغط على أحد الطرفين من قبل الوالد أو من قبل الوالدة، والكثير يعرف أن مثل ارتباط الوالدة بأطفالها بشكل كبير، فيبدأ الوالد أو الطليق أو المطلق يبدأ بالضغط المباشر على الأم بتهديدها، ربما أيضا بمفاوضتها عن أخذ بعض حقوقها يعني وأنه يترك لها الأطفال، فبالتالي يكون الأطفال أحيانا أداة سيئة سلبية بين الزوجين، ويكون جزء من المشكلة أو جزء من الخلاف. لكن هذا دكتور له علاقة بالعمر؟ يعني مثلا الكلمة اللي ممكن تصدر أو أخذ قرار الطلاق أو الموافقة عليه من قبل مثلا الطفل، نفس تكون تأثيرها أو استيعابها بالنسبة للشخص الأكبر مراهق مثلا؟ الطفل يفهم بعد سن الخامسة، يفهم معنى الطلاق ويفهم ويشاهد الآن، وحتى الآن أطفالنا ليسوا كما السابق، الآن
يعني يدخلون في عالم الانترنت ويتفرجون على البرامج والمسلسلات، يعرفون معنى كلمة طلاق ويعرفون معنى كلمة انفصال ويعرفون أيضا هذه، وأيضا لديهم من الأطفال في المدرسة من زملائهم في الروضة أو في المدرسة من لديهم أبوين منفصلين، فبالتالي عندهم معرفة في هذا الأمر. طيب دكتور، تستقبل اتصال أم محمد من أبها. تفضل يا أم محمد، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مطلقة الحين لي تقريبا 8 سنوات. جبت بنت، عندي بنت. أنا ماني سامع صوتك محمد، لو رفعتي صوتك شوي ولا الإخوان في الاستوديو يرفعون الصوت. هلا؟ ارفعي صوتك شوي ماني سامعك. أقول أنا مطلقة من 8 سنوات تقريبا. نعم من 8 سنوات. نعم. تطلقت، بنتي كانت صغيرة بالعمر، يمكن عمرها 5 شهور كذا تقريبا. 5 أشهر. أيوة. نعم. لما صار عمرها 5 سنوات يعني دخلتها التمهيد وكل شيء، هي ما تعرف أبوها إلى المرحلة هذه، يعني 5 سنوات ما تعرف أبوها نهائيا. لما جاء الخبر إنه أني أنا دخلت المدرسة، جاء خذها مني، هو طبعا ساكن شمال المملكة وأنا جنوب المملكة. ف يعني إذا بغيت تشوفها أشوفها في الإجازات الطويلة بس، مدة 2 أو 3 شهور بس. الأعياد ما يحق لنا تجلس معي ولا شيء. لما أقابله كذا الحين عمره هي 8 سنوات، تشكي لي العنف ما هو من مرت أبوه، من أخواته. من أخوات الزوج؟ عمات. أيوة أخواتها وأخوانه. أيوة، لأن أخواته وأخوانك أكبر منه، يعني هي أصغر، هي أصغر عيال أبوه يعني. طيب سؤالك؟ فأنا ما أدري، أنا نفسي يعني أحاول أني أهدي، أقول هذا أخوانك الكبار كذا، ما أبغاها تحس ب، ما أبغاها تحس بالانكسار اللي يعني اللي هي حسته الحين، هي خلاص يعني كل شيء. ما أدري كيف أقول يعني. شكرا شكرا يا محمد، أجابك إن شاء الله سؤالك. ربي صبر يعني نعم بنت محمد ربما تكون أحد ربما الأمثلة الحية على المشاكل المترتبة والأثار السلبية المترتبة على الطلاق. عندما ينفصل طرفين أو زوجين وينفصلوا بطريقة بعد أيضا متباعدة، أحدهم في شمال المملكة والآخر في جنوبها، وتظل هذه الطفلة هي الضحية الأكبر. صحيح. والأكثر تعرضا لسوء أو لأثار الطلاق. هذه الطفلة تعيش مع والدها مثل ما فهمت، وتأتي فقط في أوقات الإجازات. الطفلة الآن